الدكتور إلياس أخاموك رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى تمنناصت يؤكد بأن كل الحالات الخاصة بمرض الملاريا المستوردة تم معالجتها، ولم يبقى بالمصلحة إلا 3 مصابين حالتهم مستقرة ويتماثلون للشفاء. كانت هناك ضجة وكان هناك سوء فهم للأرقام، الأرقام التي أعطيت حقيقية ولكن سجلت في 9 أشهر، ماشي في أسبوع أو أسبوعين. لحد الآن سجلنا 1300 حالة، أكثر من 1300 حالة في الولاية، منها قريب 800 حالة في مستشفى طمنراست، والحمد لله نسبة الوفيات قليلة جدا، يعني أقل من 0.38%، والأمور يعني متحكمة فيه، والدواء موجود مجاني. السباحة في البرك المائية هذه الأيام قد تتسبب في انتشار أكثر للوباء. نطمن المواطن، أولا المرض غير معدي، مرض متنقل، وثانيا ماشي لازم أي بعوض هو اللي ينقل، البعوض هذا لازم يكون اسمها عائلة الأنوفيلس. الملاريا مرض غير معد وينتقل عن طريق صنف معين من البعوض يتواجد بكثرة في الدول المجاورة. الحمد لله الطب نتاع طمنراست كل شيء كاين، من اللي جيناه كل شيء لقيناه. سيد هذا خويا قبطوا الحمى في البرج، برج مختار الصحراء نتاعته، جبته تما ودار 5 أيام في السبيطار نتاع برج مختار، من بعد انقلته إلى طمنراست. مصلحة والكشف عن الأمراض المعدية تسجل عددا كبيرا من حالات الفحص في الأيام الماضية. المرضى المتواجدون بجناح الأمراض المعدية يشيدون بدور الأطقم الطبية التي تسهر على راحة المريض. هذا ونشير إلى أن والي الولاية يترأس خلية شكلت لمتابعة تطور الوباء بالمنطقة، كما يقوم أيضا بتفقد المرضى المتواجدين بمصلحة الأمراض المعدية.